أعلنت شركة بولور الفرنسية عن مشروع استئجار السيارات الكهربائية في لندن بقيمة 166 مليون دولار. سيبدأ المشروع بإطلاق 100 سيارة كهربائية العام القادم من مجمل 3000 سيارة حتى 2016. وتبلغ كلفة استئجار السيارة مقابل 10 جنيهات استرلينية في الساعة. وبحلول العام 2018 ستتوفر نحو 6000 نقطة شحن في أنحاء لندن مقابل 1400 نقطة شحن حاليا. ويهدف المشروع إلى الحد من الاختناقات المرورية والتلوث في شوارع لندن.